لا وعلى بركة الله نبدأ بدنا نبلش معاكم هلا اكيد فقرة المطبخ لنشوف اكثر وصفات الست هبة تفاصيلها وطريقة تحضيرها. واكيد كل ست منا كلنا بنعرف نعمل برياني وبنعمل شيش وبنعمل كل الخلطات، ولكن كل ست في لها هيك لمسة دائما بتميزها عن غيرها من السيدات. خلينا نشوف مقادير تحضير الشيش طبوق على الشاشة. لتحضير شيش طاووق من تحت ايدين الست هبة شمال بدنا 3 صدور دجاج مسحب، 1 حبة فليفلة حمراء، 2 معلقة كبيرة من معجون الطماطم، بدنا 2 معلقة كبيرة من عصير الليمون، 1 معلقة صغيرة من الملح، بالإضافة إلى رشة من الزنجبيل الباودر، تمام. معلقة صغيرة من الكاري، 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون، 3 معلقة كبيرة من اللبن وبصلة صغيرة. خلطة زاكية ولذيذة طالما فيها لبن فيها عصير ليمون. إذا إحنا هيك تخطينا موضوع إنه الدجاج ينشف معنا.
رشة زيت الدلري ها حبيبتي، خلي درجة حرارة الزيت تطلع وبعدين رح نشويها على نشوي. أيوة. الجريل. تمام. يلا خلينا نشوف مين معانا من خلال البث المباشر على صفحة الفيسبوك. أحمد عليمات صباح الورد، ومحمد عليوة ما شاء الله تبارك الله. معانا كمان بدر محمد المصري، اليوم هشونا يعني نص نص. إلى دير علا، الله صباح الخير. ألو صباح الورد. صباح الورد، أهلا ست الكل، صباحك سعيد. كيف كيفك؟ الحمد لله، إحنا فضل من الله. شو أخبارك؟ إن شاء الله أمورك طيبة. أول إشي وطي التلفزيون، احكي من التلفون عشان أسمعك وتسمعيني. وطي 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 التلفزيون، قولي يلا معك سامعيني. ألو. ستي تفضلي. آه حبيبتي، كيفك؟ أنا منيحة فضل من الله. بحب أبارك. يلا ستي تفضلي. أبارك لابن عمي بمناسبة الخطوبة. يا حبيبتي يا ريت، ألف مبروك والله يتمم لهم على خير ويسعدكم جميعا. الله يبارك بيكي حبيبتي. شو الأكلات الزاكية هاي؟ يلا شوفي معنا الوصفة لحتى تشوفي طريقة تقديمها بالشكل النهائي، إن شاء الله بتعجبكم اليوم إن شاء الله. أهلا وسهلا ستي، أهلا أكثر معك. هلا حبيبتي. فاطمة الزهراء ورجاء بدوية صباح الورد، الله يسلمك يا أمر حبيبتي. وإلى عشق العشق العشق، ألو صباح الخير يا عشق. ألو. ألو. راحت. قولي يا عشق صباح الورد. صباح الخير. صباح النور والسرور، شو أخبارك؟ الحمد لله، إحنا وإنتو بخير الحمد لله. قولي يا عشق شو طبخين اليوم؟ والله مقلوبة. أوه يا سلام، أزكى طبخة. أهلا وسهلا فيك يا أمر وسلامنا للأهل. هلا حبيبة قلبي. أم وليد الشلبي صباح جميل، حامل بطيات وأخبار جميلة وحزينة. لا ما في حزينة، إن شاء الله كل الأمور طيبة. صباح وطننا وملكنا وجيشنا اللي حامينا، صباح كل عامل وعاملة في أرض الوطن، الله يقويكم جميعا. ولورا الكسواني بتصبح علينا. الزيتات حميت ولا لسه؟ يلا هلا بدنا نبلش الشوي. يلا هبه عم تلبس لنا الجلافز، وبدنا نسلم على، والله زمان انا اشتقت لهم، الشركه الاقليميه التجاريه، بدنا نصبح عليهم ونتمنى لهم دائما دوام التفوق والنجاح. عندهم ابيض، عندهم ازرق، عندهم موف وسمول ولارج واكس لارج، يعني ما راح تتغلبوا، واسعارهم طريه ومناسبه للجميع. الواننا الحلوه من عند الكرمل. يلا حبيبي يلا نبلش. هلا راح نشوي. طبعا الكرمل موجود لهم اربع فروع بمنطقة ضاحية الياسمين، شارع الحرية، وأيضا في شارع القدس، وأخيرا وليس آخرا الفرع الأخير كان وجهنا بالتلفزيون الأردني خير عليهم، وفتحوا الفرع يعني من كم شهر مش زمان بمنطقة صوفية. نعم ديما معنا اتصال عبر الهواء مباشرة. ألو صباح الخير. ألو يا أم يوسف. هلا هلا يا هلا يا هلا، نورك شاء الله. انا احب قولي يا ستي، قولي حبيبتي وش رايك؟ صلاة النبي عليك، صلاة النبي. الله يسعدك، هلا فيك يا ام يوسف، صباحك سعيد ان شاء الله، امورك طيبه اليوم. الله يحفظك. والله يا ميتي اني معي السكري وما ادري وش ادوي. يسعدك يا أمي، أهلا وسهلا فيك، نورتينا، صباحك سعيد وشكرا على اتصالك، أهلا وسهلا. هلأ هبة حطت لنا سياخ الشيش بالمئناية، بس إذا بتسمحي لي هبة من فضلك، إذا بدك تعملوا، إذا بدكم تعملوا سياخ شيش طاووق بالفرن، السياخ بتنحرق، عشان ما تنحرق نقعيها بمي دافية لمدة لا تزيد عن دقيقة، ما بتنحرق بتضل زي ما هي لونها حلو. هلا ايش رح نعمل هبه؟ هلا بدنا نتركهم شوي لحتى يستوا. نعم. بنقدر هلا ان بنفس الخلطه ندهن الخبز التورتيلا نفس الخلطه اللي احنا عملناها جهزناها للدجاج. اجيب لك فرشاه احسن لك، شو رايك؟ تفضل. اوكي هلا تمام. مرعد الرواج كوافريال القصراوي صبح عليكم. هيك دهنة بسيطة، بعدين رح نزينها بالبصل ونحط عليها سياخ الشيش الطاووق. هيك هلا هذا بدنا نحطهم بالصينية. بدنا نشويهم بالفرن الصينية هلا
بس بدنا نشويهم. بدنا صينية تيفال. يلا بس حركي لنا اياهم انا بجيب صينية. أم أحمد حنتولي وسونا الجعبري. غدير محمد صباح الخير، الله يسلمك يا غدير ويسعدك. هذه أثار الثلج. نعم. طيب سلطانة، أهلا فيك يا سلطانة، واتصال من عمان. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. صباح الخير والنور والسرور، أهلا وسهلا. صباحك يا ست، كيف حالك؟ هلا حبيبتي، أنا وأنت بخير الحمد لله. غدير النجار معي. اهلا بغدير القمر، نورت حبيبتي. وجودك يا عمري انت اللي منورك كل حياتنا، وكل وجودكم ونفسكم يومنا ما بيكمل الا لما نشوفك حبيبتي. ان شاء الله نهارك دائما حلو وسعيد بحلاوه قلبك يا رب. حبيبتي بحب اطبع عليك وعلى مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعم. وعلى ضيفتك ويسلم ايديها يا رب. حبيبتي سلم ايديك وايديها ويقويكم عليكي مثل بياض قلبي يا شف. حبيبه قلبي انتوا البركه والله من بعدكم. تسلمي ستي. عايدة إدريس تسلم يا عايدة حبيبة قلبي. وعلا أبو دلو صباح الخير، الله يعطيكم ألف عافية. أم رعد الرواجفة معنا كمان من خلال تطبيق البث المباشر على صفحة التلفزيون الأردني. ألا العنزي وإسراء بني يونس. أم أحمد الحنتولي من جديد معنا. هلا أبو خليل، الله يسعد صباحكم وصباح التلفزيون الأردني. الشيف أو السيدة مبدعة ومرتبة في الطبخ. نعم ما شاء الله. هلا الخبز التورتيلا رح نحطه بالفرن نشويه هيك جاهز. تمام صار. اذا هاي الخلطه بتقدري تعملي فيها للشيش وبتقدري تعملي فيها هيك خبزه مكحمشه. حطي لك تورتيلا، حطي لك خبز عربي، اشراك خلي موجود نعمه وفضل. يلا هلا احنا تقليب الدجاج. قليبة. نعم تقليبه بسيطه. نعم حتى يستوي الدجاج. هيام عبد الله هي معلمة والحمد لله. هلا حصة فراغ لا أشوفك، أتوقع أنت في مدارس النظام الدولي لأنه في بعض منهم داوم، فبنتمنى لكم دائما دوام التفوق يا رب. ابتهال الترتير، الله يسعد لي صباحكم بكل خير وسعادة وصباح الخير للتلفزيون الأردني أحلى عالم في العالم. وصال أبو الرب الله يسعدك يا وصال. وهلا أبو خجل. يا أمر معك. هلا الصدور يعني ما بدها، بده شيء بسيط وبكون استوى. تمام خلينا نحط الصينيه بالفرن. يلا انا بحط لك اياها يا ستي دللي لعيونك عشان ناكلها خبزه سخنه. هلا على الفحم. نعم تمام. نشوف نور العدار بوصقر أبو هزيم النتشة. بنصب على كل أهالينا وحبايبنا بالسلط البلقاء الحبيبة. هذا غدا ولا فطور؟ يعني غدا فطور نص نص حسب كل واحد إمتى بصحى. بالنسبة لشوربة العدس لازم أطحنها. شو الطريقة تطلع معاي مو محبحبة يا هزيم؟ الرعي عشان ما تطلع محبحبة بدك تحمصي العسل العدس يا عسل. بدك تحمصي العدس كثير منيح مع البصل في طنجرة الضغط لمدة ساعة إلا ربع بعد الغليان تطلع بيوري شوربة على الآخر ما فيها ولا حبة. إذا بتغليها غلي بدك تطولي بالك عليها لأنها بتاخد وقت. تمام شوف علا هلأ صارت جاهزة يعني ولا هيك صارت جاهزة؟ يلا خلينا نشوف الجاهز شيش. أوكي. الجاهز يلا. ابتهال الترتير. صح يا ابتهال حبيبتي. شوف مين كمان صباح الخير ممكن نتواصل معك على جوالك للضرورة. أنا موجودة أي شيء من خلال إنستغرام أو فيسبوك على الخاص. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بالضيفة صباحها جميل. بتزرعوا البسمة في كل بيت ولكل ست. شكرا لهذه القناة المحترمة من أم وليد الشلبي. هيك نضيف على يا تمام. هلأ هي إذا بدها بتقدر تدخنها الست صح؟ تحط لها فحمة يعني. إيه هلأ جاهزة إنه بدي أحط لها فحمة يكون مدخن. أنا مش شايفة إنك مجهزة فحمة تصدقي؟ إيه؟ لا أمبلا مجهزة بس هلأ هذه تمام معك في الغاز إحنا. بس ولا إنه يا نتركه. سمير كل التقدير وديما معانا وعلى كيتشن. بدنا هلا رح احطها جوا ال
تمام. يعني رح نجمر فحمة. جمرناها، نحطها فوق الدجاج المسحب، نقطة زيت، ونكمر الدجاج لحتى يعطيه طعم الشيش. الشيش كتير طيب. يلا رح نخليها تدخن براحتها ونشوف أنا هي شو رأيها. على صباح الخير شيف علا. قولي ألو. ألو. على صباح الورد. هلا حبيبتي، أهلا، صباح النور. يسعد صباحك حبيبتي، الله يسعدك يا رب. يسعد اسلم ايديك على الشطاوة، كثير بشهي. وايديك يا حبيبتي، الله يسعدك يا رب. فنانة ما شاء الله عليك حبيبتي، الله يسعدك. أنا هيد يا أنا هيد، كلك تنهيدات جميلة. قولي ألو. صباح الخير شيف علا. حبيبتي صباح الورد يا أنا هيد، من أصدقاء البرنامج الدائمين. أكيد إن شاء الله نضلنا معاكم، أنت كمان قريبة للقلب شيف علا. حبيبتي الله يسعدك، شو رأيك يا أنا هيد بوصفة اليوم، عجبتك؟ أنا والله معجبين شيش طاووه، كتير بحبه، سلم إيديها وعينيها. نعم إن شاء الله حبيبتي، بتجربي هالوصفة وبتعجبك اليوم وبتنال على رضاك بإذن الله. أصبح على أبوي وإمي. أنت دائما تصبحي عليهم، نيال هالأب وهالأم بهالبنوتة الأمر. ما دول حبايب قلبي، شو أساوي؟ راس المال، راس المال، الله يخليهم إن شاء الله. حبيبتي أهلا وسهلا فيك يا أنا هين. هيك دخنت لنا، خلينا نشوف. هيك خلاص دخنت لنا خليها شوفوها. دخنت لنا الشيش مع الفحمة بطريقة منزلية، وهيك بتكون ست البيت عملت شيش طاووة وأسعدت أبنائها حسب المستطاع. يعني مش كل واحد فينا بيقدر يطلع رحلة حتى لو بعز الصيف، فإحنا قدر المستطاع بنحاول نقدم أفكار مع هالستات اللطيفين. وهيك بيكون الشيش جهز بالشكل النهائي، وحطينا كمان الخبزات. هات الخبزات. نعم هذا الخبز بعد ما حمرناه في الخلطة. أنا هلأ ريحتي صارت فحم، هلأ البيش بيقول لك إيش. إيه خلص هلأ من إيمها، أي رحلة كاينة. أوكي خلص إمناها. هلا راح نزين الخبز التورتيلا بالبصل. ضفت عليه سماء وعصرة ليمون وزيت زيتون ورشة ملح بسيطة. نعم عشان يطرى. بدنا نحطه هيك على الخبز التورتيلا، بيعطيه طعم كتير طيب مع سياخ الدجاج، ومنظر كمان إنه حلو وزاكي وزاكي كتير. البصل كتير طيب مع زي المشاوي طعمه.